يمي أجوز توافقين حق أخوي سلطان على زواجه من البنت اللي اختارها قلبه؟ مهمة وايد إن الإنسان يختار شريكة حياته بنفسه، والدليل عندك أنت غصبتينا عن حنان ونسمة، وشايف المشاكل اللي قاعد تصير من وراه. العيب لا هو بحنان ولا هو بنسمة، العيب فيكم أنتوا. بعدين أنا ما أحب أزوج ولدي من وحدة حيالة، لا والمصيبة أنها متعلمة بعد، باشر تقلب لي البيت فوق حدر. أنا تكفيني تكفيني نسمة وحنان. شوف عاد، أنا حفاظا على تماسك الأسري لا يمكن أوافق على زواج محبوبة. وأنا أعترض يمه، أنا آسف على كلمة أعترض، أنا عمري ما طلعت عن طوعك وأمرك، بس هالمرة هذه ما باليد حيلة، ما أقدر أصم أذاني عن نداء القلب. أنا خلاص قررت وعزمت أني أتزوج محبوبة من وراك وبالسر عشان أكون أسرة مثالية. يما الحالة خطرة، وسلطان ممكن ينفذ تهديده، فالمطلوب منك التدخل السريع والفوري علشان نوقف هالكارثة. إذا سلطان تزوج وطلع وكون أسرة ثانية، أكيد بيعطي فرصة حق نسمة وحنان إنهم يطالبون بنفس الشيء ويكونون أسرة ثالثة ورابعة. يما البيت بيخترب، أحلامك بتتوخر يا يما. أرجوك وقفي سليطين عن حده وزوجي محبوبة.